أجمل هذه العبارة: من سار بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر. اجبروا الخواطر وراعوا المشاعر، وتلطفوا بأفعالكم وأقوالكم، ولا تؤلموا أحدا، وقولوا للناس حسنا، عيشوا أنقياء أصفياء، فهذا نهج الأنبياء وأخلاق النبلاء. يقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله: ما رأيت عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه مثل جبر خاطر أخيه المسلم. اللهم اجبر خواطرنا بفرج قريب ومغفرة واسعة، إنك سميع قريب.